رجعنا مشاهدينا بعد الفاصل مباشرة رح نبدأ حوارنا جودي من لحظة تلقي الخبر انك الطالبة الاولى على سوريا. حابب نرجع بهاي الذكرى مع بعض ونعيش الفرحة مرة تانية. مين كان حواليك؟ مين اللي خبرك؟ كيف كانت ردود افعال الناس المحيطة؟ هلا وقت طلعت النتيجة نحن كان عندنا خبر مسبق انه حتطلع بهذا اليوم بهذا الوقت، فكان جنب عائلتي. هلا وقت طلعت النتيجة اجت مثل المفاجأة، يعني ما هي مثل طلعت قبل بوقت صغير، فما حد ما كنت اتوقع تطلع قبل يعني. وقت طلعت النتيجة كثير كان في مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، مفاجأة صادمة من الفرحة. من الفرحة اكيد. طبعا كانت بجوز هي احلى لحظة بحياتي، لانه يعني كان هدف عم بسعى له بالاخير وصلت له. كان جنبي عائلتي، بابا وماما واخواتي وكمان بيت جدي، لانه كانوا عنا يعني مشان يشاركوا الفرحه ويساعدوا. اليوم بيكون حافل يعني، وكل الناس عم تنتظر اليوم بكل سوريا اكيد. اذا كانت فرحه عامره لا يمكن ان تنسى هاي مشاعر جودي، وانما مشاعرك سيدي الشهداء. تحكي لنا عن لحظات يعني استقبال النتيجه وهذا الخبر الجميل اللي مستحيل ينسى. كان مفاجأة مفرحة كتير، والكل يعني كل البيت انبسط وكل العائلة كانت موجودة فانبسطنا كتير. تمام، حسيتي بالرضا؟ حسيتي بالسعادة؟ شعرتي بالفخر بالاعتزاز؟ طبعا كنت حسيت بالسعادة والفخر والاعتزاز انه بنتي طلعت الأولى على سوريا، فكتير كانت مفاجأة مفرحة. إن شاء الله هيك بالأيام القادمة بتعيشوا هاي الفرحة مرة تانية. جودي معناتها أنت لما وصلتي للمركز الأول على مستوى سوريا، وهذا المركز كل الطلاب بيحلموا أن يكونوا بمكانك، وحتى أنهم يشاركونا ببرنامجنا المتفوقين، هذا الشيء أكيد ما إجى عن عبث، إنما كان في خطة عمل، كان في أساليب معينة أنت تبعتيها بالدراسة. حابب اليوم بحكاية تفوقك نسلط الضوء على كيف أنت تعاملتي مع المنهاج، كيف أنت درست، كيف حضرتي بشكل عام لشهادة التعليم الأساسي لتكون اليوم أنت القدوة والملهمة لكل الطلاب اللي عم يتابعونا عبر الشاشة التربوية. نبدأ المرحلة الأولى لما أنت نجحتي لصف التاسع، كيف بدأتي تتعاملي بالمنهاج؟ هلا وقت نجحت بصف التاسع أخذت هلا فترة الصيف، أخذت الاستراحة الصراحة يعني، ما بس أنا هيدا الشيء بنصح كل الطلاب بيستغلوه مشان ما ينضغطوا بالشتوية. هلا بلشت المدرسة، أهم خطوة الدراسة اليومية، يعني كل درس باخده بدرسه بالوقت نفسه، ما براكم شيء ولا بأجل. بنهاية الأسبوع برجع بيد اللي أخذتهم، مع بالإضافة إلى بعض من النماذج الداعمة مشان ناخذ فكرة عن طريقة الأسئلة، لأنه كان المنهاج جديد تماما، كان مسمات الاجتماعيات متغيرة وهيك قصص. تماما، هو كون المنهاج كان مطور لأول مرة عم تدرسوه أنتوا دورتكم، وما كان في أسئلة دورات سابقة، ما كان فيه. هذا الشيء ما شكل لك نوع من الخوف، توتر، قلق معين؟ هلا شوي، بس أنا كنت مدرسة متفوقين كانوا يعطونا هن النماذج، يعني كانوا يدعمونا كثير، كان الأساتذة كثير يهتموا فينا. تمام. ويعني هيك والحمد لله. تمام. هاي كان بالنسبة لطريقة دراستك في الفصل الأول، اعتمدتي عدم التراكم وكل درس بدرسه تبعا لما يعطى في المدرسة، وبعدين بالأسبوع العطلة الأسبوعية كان في مراجعة شاملة. طيب في عندنا نحن مذاكرة فصلية أولى، في عندنا امتحان النصف الأول، كثير من الطلاب بيتعاملوا بنفس سوية معاملتهم مع الامتحان الأخير، وفي منهم بينظروا للامتحان النصفي جودي ولا حتى المذاكرة بدرجة أقل من الأهمية باعتبار انه ما بتدخل علاماتها بالفحص الاخير، انت كيف تعاملتي مع هذا الموضوع؟ انا تعاملت معه وكانه فحص اخير، لانه هو مثل اول نموذج رح يكون لنا مشان الفحص الاخير، وهو اعاده للفصل الاول، بالاصل اللي ما بيعمل هي المذاكره ما رح يفوت على الفصل الثاني بقوه يعني. تماما، وهي بالنهايه فرصه تكون انه لنكشف احنا وين نقاط ضعف، وكيف احنا ممكن اذا كنا دارسين بتركيز ولا لا. منهاجكم اذا مثل ما قلنا مطور، واول مره انتم درستوه المنهاج التاسع يعني شامل وواسع جودي بكثير من المواد العلميه والادبيه، وفي شيء بيعتمد على الحفظ، في شيء بيعتمد على الفهم على الادراك. المواد الاكثر شيء كانت محببه لقلبك شو هي وليش؟ هلا بحب المواد العلميه وبحب اللغات. هلا يعني مثلا وكمان بحب الجغرافيا.
تمام. بالتحديد بين اجتماعي وجغرافي. انت المواد خافي انه يروح جزء من الاعلامي مثلا فيها؟ الاجتماعي التاريخ بالتحديد. تاريخ يعني فينا كان يشكل لك تحديد او تحسي بخطر شوي منه. كيف انت تجاوزتي معناتها هذا الخوف والقلق بالتاريخ لحتى قدرت تجيبي الاعلامي الكامل فيه؟ هلا بالاخير انا كنت متوقع نموذج اسئله يكون غير هيك، فوقت شفنا النماذج طلعت انه بتعتمد على الفهم، وانا الحمد لله كنت فهماني الكتاب كثير منيح. تمام. يعني هي مثل استطلاع بالأخير التاريخ ومثل سلسلة مترابطة، بس تفهم الأحداث بصير كتير سهل، يعني بتصير كلام تحكي قصة. بهاي النقطة جودي فعلا حابب نحكي بهذا الموضوع، وتحديدا مادة الاجتماعيات، كونه أنت متفوقة ونلتي الدرجة الكاملة، ومع هيك كان في عندك شيء من القلق بدراسة المادة بتخصصاتها المختلفة. اليوم أنا حابب أخذ منك طريقة كيف أنت تعلمتي يعني تدرسي هاي المادة لتكوني أنت الملهم اليوم للطلاب اللي عم يتابعوك، لأنه فعلا كتار هني بيخافوا منها ربما لمجال الواسع أو أنه يكون عندهم ضعف بقدرة العالية على الحفظ. فكيف أنت درستي الاجتماعيات؟ هلأ بهي السنة الاجتماعات بشكل عام ما بتعتمد أبداً على الحفظ، باستثناء الوطنية. الوطنية هي الشيء الوحيد اللي بده أنه الواحد يحفظه، بس كمان مع فهم، لأنه إذا نسيت شيء ممكن ترجع تصيغه. صحيح. بس الجغرافيا والتاريخ كانت ما بتعتمد أبداً على الحفظ. الجغرافيا كانت هي كتير يعني كتير المنهاج مريح، هي سلسلة مثل بدك تفهمها، هي شيء عم يصير قدامك بالطبيعة، يعني بدك تفهمه وبدك تستعين كمان، يعني بدك تستعين بالأمر الواقع، يعني عم تدرس شيء بدك تحاول تفكر فيه كيف عم يصير بالحقيقة، يعني حقائق علمية. أيوة حقائق. شغلات اللي احنا عم نعيشها بحياتنا اليومية. أيوة تمام. يعني فينا نقول انه هي اللي سهل عليك دراسة الجغرافيا انها هي مرتبطة بالحياة الواقعية. تماما. هاي كان بالنسبة للجغرافيا، وبالنسبة للتاريخ هلأ التاريخ وين كان الصعب فيه؟ انه هو شيء ما فينا نشوفه، يعني ما فينا يعني نربطه بشيء بالواقع، نتخيل تخيل. كنت مثلا هي عبارة عن فقرات وأسئلة استنتاجية. تمام. نفهم الفقرة فهم أول مرة، ونقرأ الأسئلة، بنحاول ما بنخلي حدا يجاوب لنا عليها، نحاول نحن نجاوب عليها. تمام. بس مشان نحن فينا نطلع الأفكار الرئيسية والفرعية، هيك بنسهل بقى مرة ولا مرة بتنحفظ الفقرة ولا بنحس. يعني تكرار، ولكن مع دراسة بتركيز ودراسة بفهم. أكيد كثير من الطلاب على سيرة التركيز أنه بيدرسوا 4-5 ساعات أو نهار كامل بيقضوه على كم درس، وفي طلاب يمكن بيدرسوا نفس الكمية بوقت أقل، هذا بيرجع للتركيز العالي. فكيف أنت كنت تحضري جوك للدراسة بتركيز؟ هلأ أهم شيء الهدوء، يعني ما بصير يكون في عجقة أو ضجة ولا مقاطعة، يعني بتقعد غرفتك محل مسكر، ما بتخلي حدا يفوت لعندك انت عم تدرس. التشويش ممنوع. ممنوع، بس مو يعني تضل فترة طويلة كتير، يعني أنا كنت ضل يعني المدة الكبيرة ساعتين، بعدين اخذ استراحه شيء ربع ساعه نص ساعه، بس مشان ما اضغط حالي يعني. تمام. بهاي الاستراحه اللي هي ترفيه وحق للطالب اللي عم يدرس بهذا الجهد، يعني كيف كنت تنفسي عن هاي الضغوطات؟ يعني بمعنى شو كنت تعملي؟ شو هي هواياتك؟ ولا عباره عن مشاوير او طلعه برا البيت؟ كيف كنت ترفهي؟ هلا كيف كنت رفه عن حالي؟ اول شيء كنت رياضه اهم شيء. تمام. لانه هو اليوم كله عم تكون قاعد، فلازم تعمل شيء. أحيانا أحكي مع رفقاتي، ممكن أتفرج على التلفزيون أو هيك شيء. تماما. وكمان بيكون هلأ بأيام المراجعة كان يكون في ساعة المساء هي بطلع فيها برا البيت كل يوم. تماما. بس مو أكتر من ساعة. يعني فينا نقول أنه أنت كان تنظيم الوقت عندك دقيق لدرجة أنه ما كان في مشكلة أنك ترفهي عن نفسك وتعمل زياراتك وتعيشي حياتك الاجتماعية الطبيعية ضمن فترة الدراسة والتحضير. أنا هم بتوجه لك بسؤال سيدي شادة، يعني كتير من الطلاب وأبنائنا الطلبة بعد هذا الضغط من الدراسة مثل ما عم تقول جودي بحاجة لترفيه، بحاجة ل يعني وسيلة ما من أجل التنفيس عن هاي الضغوطات، بس هذا الشيء ما بيتحقق إلا إذا كان في إشراف حقيقي للأهل. دور الأهل إذا بدنا نحكي عنه بالتخفيف عن هاي الضغوطات، وكيف ممكن إنه هم يساعدوا أبنائهم الطلبة لحتى يرجعوا ينشحنوا بطاقة إيجابية للدراسة. شو كنت تعمل؟ هلا أنا وقت المراجعة، هلا هو فترة المراجعة كانت كتير طويلة، فمرقت يعني أحيانا بقى بصير في ملل، نحاول قدر الإمكان إحنا نبعد هذا الملل، الرياضة على طول يعني سهل كل ساعة رياضة، كمان مثلا تستي بالبيت يعني. تمام. في كمان مثلا بين وقت ووقت نسليها شوي إنه بحيس إنه ما هي بيكون في ملل على طول. تمام. ووقت مثلا كمان بالدراسة هلا هي يعني كانت جودي منظمة وقت يعني تمام، مثلا
وحتى من بداية العام الدراسي ما تراكمت أبدا الدروس عليها، فهذا كتير ساعدها وإلي ساعدها مشان إنه يكون في عندها وقت للاستراحة. حلو كتير، هذا بإشرافك طبعا؟ طبعا بإشرافنا أنا وأبوها، طبعا هو الأبو الدعم الأول لإلنا لأنه هو ساعدة بالدراسة، ما تمتت على دروس خصوصية أبدا أبدا، بس استثناء الفرنسي صارت تأخذ فيها حصص يعني. تمام. أما الباقي إنه أبوها ساعدة أكثر شيء. تمام. كثير من العائلات والأسر يمكن خوف منه إنه يضيع الوقت أكثر، بيمارسوا شوية ضغوطات أو بيكونوا حازمين بموضوع الترفيه، بموضوع إنه تغيير الجو لأبنائهم الطلبة، فأنت شو رأيك وشو بتردي وشو بتوجهي رسالة لهدول العائلات؟ لا أنا ضد اي يعني ازعاجات، خصوصا وقت بيكون الولد الطالب بيكون متوتر يعني، بس انت تجي كمان تصير عصبي فوق ما بصير ابدا ابدا. تماما. فانت قادر يعني في عندك يعني تريحه انت نفسيا بكلامك الحلو، بدعم نفسي، اي شيء يعني بيعطي طاقه للطالب. تمام. اما العصبيه وانه روح دروس وما تروح تدرس هي صعبه كثير، وهذا الشيء ما بيتحقق الا اذا كان في ثقه مبنيه بين الطالب الابن وبين الاهل يعني بين الاب والام. تماما. معناتها هاي الثقه جودي انت كيف تصرفتي لحتى كسبتيها وخليتي اهلك يكسبوا ثقتك، يعني ثقتك في ثقة فيكي وانت بنفس الوقت ثقتك يعني بمحلها كانت؟ هلا اكيد شاملت من وقت ما كنت صغيره، من يعني كثير كنت صغيره من الروضه وصف الاول، عمليه تراكميه. ايوه. كان كثير يعني يهتموا فيني ويلاقوني انا مهتمه، لانه انا كان يعني انا بحب التحدي كثير، يعني اذا عندي طموح بدي اعمله. فانا من الصيف وانا عم اقول بدي ادرس بدي اجيب بدي اطلع يعني الى مكتب على سوريا، هن انتبهوا يعني حبي وشغفي بس انه يكون وطموحي. وقت كيف كسبوا ثقتي خلال العام وقت كانوا يسموني يلاقوني عم بدرس لحالي وعم بطلع نتيجه بنهايه الاسبوع. فبالمراجعه تركوني انه على رياح، تعرفوا انه حكوني يعني قد تمام. بس قلتي كلمه حلوه، بتحب التحدي. واكيد كل انسان فينا بحب التحدي، ولكن في عوامل ممكن تحرض أكثر على هذا التحدي. من هاي العوامل هي المنافسة، كونك أنت بمدرسة المتفوقين، يعني من اسمه واضح أنه في حواليك جيش من المنافسين الأقوياء. عن عامل المنافسة هاي نحكي، كيف أثرت فيك ومين أنت بتعتبري فعلا، أو هل بتعتبري فعلا كان في هون تحدي حقيقي بعامل المنافسة بين زملائك الطلاب؟ هلأ مدرستنا جو كان منافس كتير كبير، يعني حتى كان طلع عدد كبير جايبين علامة تامة بالمدرسة، بس كنا نتنافس مع بعضنا بس بطريقة إنه نفيد بعضنا يعني. إيجابية. أيوة. كنا يعني بدنا الخير لبعضنا يعني، بتمنى أكون الأولى وبتمنى غيري كمان. بس اللي الإنسان يعني اللي كتير أعطاني طموح بنت عمتي السنة الماضية جابت العلامة التامة. حلو. فأنا ما قبلت أنه هيد سؤالي. تماماً. كنا معناتها نحن مستضيفين بنوجه لها تحية أكيد، فهي معناتها كانت محرض حقيقي وقوي لحتى أنت اليوم وصلتي للمتفوقين. هذا بالنسبة على مستواك أنت كطالبة، ولكن على مستوى الأهل سيدي شذا، يعني أكيد مثل ما في طلاب بيخافوا من زملائهم انه ينافسون، اكيد الاهل ممكن يكون في شوي هيك يعني انه مسابقه مع الجيران مع الناس اللي بيحبونا واللي بنحبهم. كمان عن منافسه الاهل بين بعضهم البعض قد ايه بتاثر بعمليه طبعا النجاح. اكيد بس ضمن اي اطار بدها تكون؟ ضمن اطار المحبه يعني، والتنافس والنجاح والتفوق، انه انت انه بدك تطلع الاولى حلو يعني شيء حلو، ما هو بس انه انا بريد انه باجارتي لا انه مثلا بدها تكون اقل من بنتي لا. تمام. بتمنى انه كان كل ناجح، بس حب يعني تفوق المطلوب للكل يعني. بالنهايه هو قناعه ببدا الجهد اللي عم يبذله الطالب. طب بهذا الخصوص كيف تواصلوا معك الجيران، يعني كيف شاركوك بهاي الفرحه الناس اللي بحبوك واللي حواليك واللي كنت عم تنافسيهم؟ طبعا بالمحبه والاتصالات والمباركات كلهم اجوا باركون. تمام. لأي مدى سيدي شذا شعرتي بالفخر بالاعتزاز؟ طبعا. لأي مدى حسيتي هيك بالطاقة؟ أنا بالعيد وقت كانوا يقولوا لك وإني يعيدوني، أنا قالوا ما حدا يعيدني هلا حتى تعطي نتيجة بنتي، هاي وقت أنا عيد وقت أجلت العيد للنتيجة معناها. يعني الفرحة هاي فرحة النجاح ما بتضاهي لأي فرحة. بكيتي من الفرحة؟ إي طبعا. ولما قلت لك انت عم تبكي وتاثرتي بهي الدموع اللي عم تنزل بدموع الفرح، يعني شو شعرتي انه جودي بهذا الوقت، كيف نظرتي لها جودي كونه هي
بنتك وحققت لك حلمك وطموحك. طبعا نظرت افتخار واعتزاز فيها وصلت للتفوق على مستوى سوريا، شيء يعني رفعتنا راسنا كلياتنا. تماما بهي المشاعر الجميله جودي عم تعيشوا هالمشاعر وهاللحظات الحلوه. سؤال مشترك اليك ولوالدي، كيف اليوم فينا نعرف التفوق؟ يعني كيف تنظر للتفوق، لهذا المصطلح؟ هلا التفوق هو هدف نبيل ورغبة سامية عند الطالب بيسعى يوصلنا عن طريق الجهد والإصرار والمثابرة، وأهم شيء يكون في هدف لحتى فيك توصل للتفوق. تمام. يعني يكون تفوق هدف قدامك، هدف وطموح. بس مثل ما قلتي ما بيتحقق بسهولة. لا أكيد، وإنما بيكون في أكيد في عوامل، في شروط للتفوق. أكيد إذا بدنا نحكي عن هاي العوامل، يعني كيف نحن نصنع طالب متفوق بناء على ماذا من خبرتك وتجربتك جودي؟ أول شيء لحتى يكون في طالب متفوق مثل ما قلنا الهدف، يكون في هدف التفوق، يكون في تنظيم وقت، وأهم شيء يكون في ثقة داخل الطالب، يعني إنه أو رغبة هو الدراسة، ما يكون مجبر من حدا. طبعا. يعني هو اللي بده ينظم وقته، الأخذ بالنصائح. تمام. أهم شيء واحد يأخذ نصائح أهله والعالم اللي مرت بالتجربة قبل، لأنهم بيساعدوا يعني. حلو. وكمان الدراسة بشكل يومي، الجد، المثابرة، الاجتهاد. تمام. كل هدول الابتعاد عن التراكم مثل ما حكيت. أيوة أهم شيء هذا بالبداية. تماما. اليوم معناتها نحن نرجع كمان، بما أنه عم نحكي حديث ذكريات عن عام دراسي مرق، يعني في كان لحظات جميلة حلوة لا تنتسى، في لحظات تعب، في لحظات يعني حميمية مع الأصدقاء والعلاقة الاجتماعية الجميلة اللي حفزتنا للتفوق، ولكن بضل في لحظات صعبة. أكثر أيام صعبة أو أكثر لحظات صعبة بتتذكريها لما أنت حدا بيذكرك بصف التاسع الأساسي بشكل عام، شو هاي الصعوبات اللي واجهتك وكيف أنت تغلبت عليها وتحديتيها؟ هلا أكثر شيء كان صعب قبل الامتحان فترة صغيرة. كان هون خوف وتوتر كتير، حتى أيام الامتحان كان يعني هي كانت بجوز أصعب أيام، لأنه كتير الطالب يكون متوتر وخايف ما يخلص وخايف أنه يروح له أو شيء. كيف قدرت أتغلب عليها؟ يعني التغلب عليها هو ما فيك تبعد عنها. تمام. هي إجباري، هي توتر عند الطالب، ما في بعد عنها، طبيعي عادي، ولكن من الحدود. التكتيك تبع العمل وتكنيك الدراسة هو اللي بيعطيك راحة، يعني أنه أنت يعني بقلبك في راحة لما بكون تكتيك صح. أيه. وهذا الشيء ما بتحقق إلا بجهود الأهل سيدي. لأنه كلياتنا نعرف طالب متفوق طموحه علامي كامل، شو بتعني له إذا خسر جزء من العلامة؟ كيف الطلاب بتمرض؟ بس أنت هون بهاي الحالة كيف كان دوركم بالدعم؟ لا نحن بحياتنا ما قلنا لأنه نحن بدنا العلامة الكاملة، يعني هي من أول من الصف الأول وهي على طول تفوق. تمام. بس يعني نحن واثقين فيها كتير وشايفين انه كثير مجتهد يعني. طبعا. بس نحن ما طلبنا من انه بدنا العلامه الكامله، انه انت بتقدمي اتكال على الله. حلو. يعني هاي الضغوطات يعني سافرت واجتهد كثير، يعني ما الضغوطات هاي ما مارستوها ابدا، يعني هاي الضغوطات اللي ضغطت الدراسه تماما، انه لا نحن بدك 310 لا انت درسي واتكلي على رب العالمين. هذا احلى كلام بيريح جودي. يعني معناتها لما كانوا عم يقولوا لك هيك كانوا معناتها عم يقولوا لك هالكلام بكل ثقه، بكل أيوة. بكل محبه حتى، فبالتالي فينا نقول انه هذا بيعطي صوره عن العلاقه الناجحه بينك وبين اهلك. فاذا بدي تعرفينا اكثر على اسرتك، يعني انت في عندك اشقاء فينا في باي صفوف كانوا، اكبر ولا اصغر؟ لا انا اكبر شيء. تمام. عندي اخوه بس بنات، اختين. وقت كنت عم قدم تاسع كانت وحده صف سادس. مين هي؟ شو اسمها؟ لين. ووحده صف ثاني بانا. يبقى انت هلا انت رح تكوني قدوه لهم، وغير انه قدوه للكل اللي عم بيشوفونا واللي عم يتابعوك واللي بيعرفوك بالحي، ما رح ياشروا عليك انه هي الطالبه الاولى. اكيد رح يسالوك شو عملتي لحتى صرتي الطالبه الاولى، وحتى الاهالي كيف يستعينوا بخبرتكم. فجميل جدا انه نكون نحن قدوه، نكون نحن اليوم مثل للناس اللي حوالينا، وهذا الشيء اكيد بيتحقق بعزيمه وباصرار وبتعب وجهد والى اخره. طيب جودي،
لما انت اخذتي المركز الاول وفعلا شعور جميل ورائع صعب انه يوصف. اكيد كل انسان فينا نتيجه انجاز معين لما يتحقق هدفه بيخطر بباله كثير من الاشخاص لحتى يقول كلمه شكرا، لحتى يقول انه انا فعلا بشعر بالامتنان تجاه هدول الاشخاص وهي الاطراف المتعدده. فانت اليوم لمين بتقولي شكرا ولمين شعرتي فعلا بامتنان حقيقي وبتوجهي له باقه من هذا الحب نتيجه هالامتنان؟ هلا اول الشكر الأول والأخير لعائلتي ولا مدرستي، لبابا وماما، هم كان هدول يعني أنا عن جد لولاهم ما وصلت أبداً، إن كان بالدراسة أو كان بالدعم النفسي. بوجه شكر كتير كبير لأساتذتي يعني كادر تدريس مدرسة متفوقين، مدير وأنساب وأساتذة كتير يعني كتير اهتموا وكانوا يعطونا يعني عم يحاولوا يعملوا كل شيء بس يخلونا نوصل للي بدنا اياه. كان لهم مكان كتير كبير بقلبي، لهيك انا قررت ارجع على مدرستي نفسها على المتفوقين، ما بتخلى عنهم يعني. حلو كتير، وهذا اكبر دليل على انه العلاقه هاي نجحت على واثمرت على الصعيد العلمي، انه طالبه اولى ومركز اول على مستوى سوريا. فمعناتها اليوم جودي نمر حسن بعد ما اخذت هذا المركز وهذا اللقب الطالبه الاولى، اكيد اضاف لشخصيتك شيء هذا اللقب، اكيد غير بداخلك شيء، فشو اللي تغير بجودي بعد ما حصلت على هذا المركز؟ هلا الصراحه شخصيتي مع العالم وهيك لا ما تغير فيها شيء، بس في شيء واحد تغير انه ما عاد اقبل انزل، يعني صرت هذا المرتب بحافظ عليها، وهذه المحافظه على التفوق بيقولوا اصعب من التفوق نفسه. فمعناتها من هلا انت بدك تطلعي السنه القادمه للمرحله الثانويه، علمي ولا ادبي؟ علمي. العلمي اكيد، فبالتالي معناتها انه انت رح يكون في عندك خطه من هلا انه انت بلشتي وقررتي انك تمشي بهذا الدرب، درب التفوق، لتكوني انت الاولى بالبكالوريا. ان شاء الله انا بتمنى بعد 3 سنين نلتقيكي كمان ببرنامجنا وتكوني الاولى على مستوى سوريا وما يكون رايح لك ولا جزء ابدا، بس وقتها تذكرينا. اكيد نحن رح نضل نتذكرك بكل خير وبكل محبه. جودي، كلمه اخيره من حضرتك سيده شدا لاولياء الامور، للاسر السوريه اللي عم يتابعونا عبر شاشتنا، لانه اليوم انت الملهمه وكمان القدوه للاسر السوريه، كيف ممكن ندعم ابنائنا، كيف ممكن نكون صانعين حقيقيين للتفوق وبناة اجيال الوطن فعلا بحاجه لهي الاجيال. العلاقه الأسرية على طول لازم يكون فيها تفاهم، يعني إذا ما كان في تفاهم بين العائلة يعني ما بيكون في نجاح أبدا. تماماً. الدعم النفسي للطالب كمان كتير شيء ضروري، ومن على طول إنه واحد يضل ورا الطالب متابعة على طول، مثلا إنه عدم تراكم الدروس ورا بعضها، متابعة حتى على مستوى التواصل مع المدرسة، يعني ليس فقط في المدرسة. طبعا على طول متابعين مع المدرسة والأنساب على طول متابعين معها، فهذا يعني وحتى يعني العصبية التشنجات والتوترات. تماما، يعني هاي انت تكوني مسيطره عليها لحتى كاولياء امور ضمن جو الاسره انه يكون الجو مريح ما في ابدا اي تشنجات. كلمه شكر لمين بتوجهيها كمان بالاخير؟ شكر لمدرسه المتفوقين، كانوا كثير يعني محبين معها وكثير يعني كثير ساعدوها، وخصوصا هلا بفتره الكورونا، فهي تتواصل مع الانسات احيانا اذا بدها شيء يساعدوها، يعني ما قصروا معهم ابدا. تمام. ولابوها بدي ساعدها، ضل مساندها وضل جنبها على طول، وان شاء الله بترجعوا تعيشوا هاي الفتره مع يعني اخواتك يكونوا هن كمان متفوقين. بالختام جودي، لمين بتهدي التفوق؟ بهدي التفوق اول شيء لوطني ولقائد الوطن، وبهدي لنفسي ولعائلتي ولمدرستي. اكيد بتستحقي هاي الفرحه، بتستحقي هذا الفخر اللي كلياتنا عم نشعر فيه نتيجه احرازك المركز الاول على مستوى سوريا. بالختام انا اسمحي لي اني باسم العاملين ببرنامجنا المتفوقين وباسم وزاره التربيه انه اقدم لك شهاده تكريم. تفضلي جودي. هاي للدنيا انت عم تتذكري انه التفوق فعلا هو حاجه ومطلب حياتي، لنكون نحن بكل مراحل حياتنا عم نمشي بخطى ثابته لحتى نخدم الوطن ونرفع اسمه بالعالي.
إذا الطالبة جودي نمر حسن الطالبة الأولى على مستوى سوريا في شهادة التعليم الأساسي من محافظة طرطوس، كل الشكر لهذه الجهود أنت بذلتيها، كنت ضيفتنا ونجمتنا، نجمة حلقتنا اليوم من برنامج متفوقين. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك سيدي الشهداء هاشم إبراهيم، أنت صانعة حقيقية وشريكي لهذا التفوق، شكرا جزيلا. طبعا مشاهدينا الشكر الأكبر لكم لمتابعة حلقة اليوم من برنامج المتفوقين، ولنبحر دائما في مراكب التفوق فنصل إلى القمم. دمتم بخير.